يا مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامج في النور، والنهاردة حلقة الأربع ختام الأسبوع. من فترة كنا عملنا حلقة بنتكلم فيها عن التبرعات في المدارس وفكرة الأهالي اللي بيكونوا بيقدموا لسه لأولادهم وبيقف أمامهم عائق فكرة التبرعات. فالنهاردة شايفين استجابة من وزارة التربية والتعليم لهذا الموضوع ولهذه الشكوى اللي بتعاني منها أسر مصرية كتيرة جدا، وبتعلن وبتحذر أولياء الأمور من فكرة دفع التبرعات. لا مزيد من التبرعات في المدارس في مصر، لأن ده شيء مخالف للقانون. مفيش أي قانون عندنا في مصر ولا قرار صدر بيقول ان المدرسه من حقها تاخد من اي اسره تبرعات تحت اي بند ايا كان. بتاكد الوزاره على هذا الكلام وبتحذر اولياء الامور، واحنا بنتكلم في فتره التقديم للمدارس شهر 6، هذا الشهر اللي كل الناس بيروحوا المدارس يعملوا الجوله ويقدموا لاولادهم علشان يبداوا يعني يلتحقوا بالعام الدراسي الجديد. إذن محدش يعني ينساق وراء أي كلام في المدارس اللي يقول لك أصل دي طوابع، أصل ده مش عارفة إيه، اشتري الحاجة الفلانية دي علشان إحنا بس دي مجرد إجراءات. كل الكلام ده نفته وزارة التربية والتعليم وقالت مفيش حتى يعني أي طوابع الوزارة تطلبها في المرحلة دي، في مرحلة التقديمات. حاجة واحدة بس اللي بيكون في طلب عليها، فكرة دمغات صندوق دعم المشروعات وتنمية الموارد ونقابة المهن، وده بيكون في طلب الالتحاق نفسه، طلب الالتحاق في المدرسة. أي حاجة تانية تحت أي بند أيا كان، الكلام ده مخالف ومفيش قانون بينص عليه ومفيش أي قرار بينص عليه. لو طلب منك تدفع فلوس، اطلب ورق يثبت ذلك، يعني اطلب زي فاتورة أو زي ورق يقول إن أنت دفعت الرقم الفلاني، وتروح تبلغ وتروح تتكلم في الوزارة وتقول إن أنا دفعت المبلغ الفلاني تحت بند بقى تبرعات، تحت بند أجهزة، تحت أيا كان البنود اللي بتتقال في المدارس، علشان ده كلام مخالف. اثبت علشان تقدر تاخد حقك، لكن ما تدفعش تحت أي ظروف تانية. كان مهم إن احنا ننوه على حضراتكم بالكلام ده ونقول لكم إن في تحركات إيجابية، وإن الوزارة سامعة شكاوى الأهالي، وإن الوزارة بتسمع يعني وجهة النظر الصح. وده اللي احنا كنا يمكن الهدف الأساسي لما عملنا الفقرة وعملنا الحلقة، علشان نوقف ظاهرة التبرعات الموجودة في مرحلة التقديم في المدارس. نبدأ مع حضراتكم أهم أحداث وأخبار النهاردة. والرئيس السيسي بدأ بالفعل النهاردة جولة أفريقية خارجية لعدد ثلاث دول. النهاردة يمكن بدأت بأنغولا، ومن المفترض الدولة الثانية أو المحطة الثانية تكون في زامبيا ثم موزمبيق. خلال زيارة الرئيس لأنغولا، وتعتبر دي أول زيارة لرئيس مصري لدولة أنغولا، هذه الدولة الأفريقية لم يدخلها من قبل رئيس مصري، فلكم أن تتخيلوا الزيارة دي قد إيه استثنائية وقد إيه مختلفة. النهاردة شفنا لقاء ما بين الرئيس السيسي ورئيس دولة أنغولا جواو لورينسو، وكان في كمان مؤتمر صحفي جمع الرئيسين. من أهم يمكن القضايا اللي اتكلم عليها الرئيس السيسي النهاردة، طبعا القضية الأبرز واللي بتهم أمننا القومي وأمننا المائي، سد النهضة. وأكد الرئيس وأشار إن إحنا عقيدتنا في هذا الملف فكرة التفاوض والسلام. يعني مصر مش بتشتغل في هذا الملف تحت أي بند آخر أو تحت أي مسمى آخر. والدليل على كده إن إحنا بقالنا أكتر من 10 سنين في المفاوضات الخاصة بسد النهضة. واللي يرضينا هو فكرة توقيع على اتفاق ملزم لكل الأطراف في هذه القضية، بتلتزم بيه الثلاث دول المعنيين طبعا، إثيوبيا ومصر والسودان، علشان يكون في حل عادل لهذا الملف. ده يمكن من أهم الرسائل اللي يعني أشار ليها الرئيس في هذا الملف تحديدا. كمان كان من أهم الموضوعات اللي اتكلم عليها فكرة إزاي مصر اتأثرت بشكل كبير بأزمات دول الجوار. نتكلم على ليبيا، وبنتكلم أيضا على الأزمة الحديثة في السودان. أزمة السودان بقالها أسابيع، لكن منذ أن بدأت الأزمة حوالي 200 ألف سوداني دخلوا إلى الأراضي المصرية، وده بيؤكد على فكرة قد إيه إحنا تأثرنا بأزمة الجوار واللي حصل في السودان. وبناء عليه نتمنى أن يكون في توصل لحل ووقف عملية إطلاق النار في السودان، والأطراف تقعد وتتفق علشان تنتهي هذه الأزمة بأسرع وقت. وقد إيه مصر فعلا مهتمة
بهذا الموضوع بشكل كبير جدا في هذا التوقيت، إن لا مزيد من التعقيد لابد، وإن أطراف القضية يقعدوا مع بعض ويوصلوا إلى اتفاق، أولا يقف تماما عملية إطلاق النار، وطبعا التوصل إلى اتفاقات سياسية. نخرج نسمع جزء من كلمة الرئيس السيسي ونرجع نستكمل مرة تاني. وأخيرا السودان، واتفقنا حول أهمية بذل أكبر قدر من ممكن من أجل الاستقرار، وتحدثنا أخيرا عن السودان في الثمان أسابيع الماضية، وعملية وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات لإنهاء هذا الصراع. في خلال هذه الأسابيع حوالي 200 ألف سوداني نزحوا للحدود المصرية، وبالتالي قد أثر الصراع السوداني على مصر بشكل كبير، وكذلك أثر الصراع في ليبيا على مصر. لذا لابد من استعادة الأمن والسلام في القارة الأفريقية، وعلينا أن نعمل معا من أجل إنهاء الصراعات. أنا والسيد الرئيس نوجه رسالة لأشقاء في السودان حول أهمية وقف إطلاق النار، حقنا للدماء، وبدء الحوار لتحسين الحياة لإخوة شقائنا في السودان. وحول مشروع سد النهضة، نحن ملتزمين بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام، ونحن تحدثنا عن اتفاق ملزم للجميع يستند للقانون الدولي، فلأشقنا في أثيوبيا الماء هو مورد هام، ولكن لمصر هو المورد الوحيد لنا. كثير من الأشقاء في أنغولا لا يدركون أن مصر دولة، أن 90% من مصر صحراء، وأن الجزء المعمور من مصر هو فقط المحيط بنهر النيل وخصب وصالح للزراعة. لا أريد أن لابد أن نبحث الأزمة الليبية وإيجاد حل للصراعات في روسيا وأوكرانيا في الأسابيع المقبلة. زي ما قلت لحضراتكم، دي بتعتبر الزيارة الأولى لرئيس مصري إلى دولة أنغولا، وكان من أهم ما تم طبعا التباحث حوله وفكرة العلاقات ما بين الدولتين، وإزاي كل من الدولتين يستفادوا من هذه العلاقات، تطوير علاقات يعني تجارية ما بين مصر وأنغولا، فكرة وجود مستثمر مصري داخل الأراضي الأنغولية، وكمان قد إيه أنغولا ممكن تستفاد من خبرات مصر في مختلف المجالات. يعني يمكن أشار رئيس دولة أنغولا إن ممكن يتم الاستفادة من خبرات مصر في صناعة الدواء. إحنا عارفين مصر ليها الريادة في القارة الأفريقية في هذا الملف، تربية الدواجن. يمكن البعض يستغرب، إحنا عندنا أزمة حاليا في الدواجن، لكن نفتكر إن إحنا كان عندنا اكتفاء ذاتي، نفتكر إن الأزمة نتيجة تعقيدات زي فكرة الأعلاف وتوفرها، لكن مصر الحقيقة متقدمة في موضوع تربية الدواجن، فتقدر تنقل خبراتها لدول القارة الأفريقية. كمان فكرة التشييد والبناء، مصر قدرت أن هي تعمل عاصمة إدارية جديدة،
وده اللي اتكلم عليه رئيس دولة أنجولا. هو عارف أن مصر فيها عاصمة إدارية جديدة، هو عارف حجم يعني البنية التحتية اللي اتعملت في هذه العاصمة، وبالتالي اتكلم أن ممكن دولته تستفاد من هذه الخبرات. نحلل أكتر هذه الزيارة الأولى من نوعها ونحلل كل هذه الموضوعات، وبينضم لينا على التليفون دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. مساء الخير يا دكتور. نتكلم بداية على الزيارة الأولى من نوعها لرئيس مصري لدولة أنجولا. يا دكتور، لماذا هذه الزيارة؟ إيه الهدف الأساسي منها؟ وهي تعتبر أولى المحطات في جولة الرئيس الأفريقية. كما تفضلت، زيارة الرئيس الأساسي للعاصمة الوالدة عاصمة أنجولا تعتبر هي الزيارة الأولى من نوعها، هي بداية بقى في الجولة الأفريقية. أتصور أن ده يعني جزء لا يتجزأ من السياسة المصرية الخارجية، وفكرة يعني هذا الحراك الدبلوماسي باعتبار الرئيس السياسي هو القائد الأعلى في السياسات الخارجية، أنها مصر دائما بتمد يعني فكرة صيغ التعاون وتلمس التعاون وصيغ التكامل والتنمية والسلام وإفادة جميع الأطراف في هذه العلائق الدولية من خلال هذه المروحة، مروحة العلاقات المصرية الكبيرة، وفي القلب منها هو ذلك البعد الإفريقي. فيعني كما أكد جوهر يعني بعد إفريقي دكتور طارق، استأذنك لو تتحرك في مكان أفضل يا دكتور. دكتور طارق، أيوة كده الصوت أفضل، بشكرك، تفضل. كده الصوت أفضل. أنا كنت وصلنا لفكرة يعني الدكتور جمال حمدان وحديثه عن أهمية البعد الإفريقي للدولة المصرية. الصوت مسموع؟ بوضوح يا فندم، اتفضل. تمام. فأتصور أن هذه دائرة مهمة استراتيجية للبعد، البعد الاقتصادي والبعد يعني البعد السياسي، ودائرة مهمة في دوائر الأمن القومي المصري. وهذه الجولة الأولى أو المحطة الأولى بتؤكد هذا، أن مصر بتتلمس وبتفتح آفاق جديدة وتنسج علاقات جديدة وتصل إلى أماكن وعواصم لم تكن تصل إليها أعلى القيادات السياسية. أعلى قيادة سياسية في البلاد بتصل في أول جولة، فده تأكيد على يعني ما ذكرناه في البداية على يعني الدور الجديد المستحدث لهذه السياسة الخارجية المصرية. طيب لو هنربط بأهم الملفات اللي اتكلم عليها الرئيس النهاردة، فكرة أنه كان حريص في مثل هذا اللقاء يتكلم على قضية سد النهضة، هذه القضية طبعا ما بين دول أفريقية، أهمية أنه هو يتكلم عليها في دولة زي دولة أنجولا بيزورها الأول مرة وبيأكد على موقف مصر، يعني هل ده بيوضح سياسة معينة لهذه الدولة قد تكون مغلوطة، أو قد تكون مثلا إثيوبيا بتحاول أنها تعمل حشد للدول في القارة ضد مصر أو ضد السودان؟ يعني باعتبار انه نهر النيل بيجري في هذه القاره الافريقيه، وباعتبار انه يعني كل الاطراف موجودين في هذه القاره، فلا بد مصر يعني لا تألو جهدا وتنتهز كل الفرص والمناسبات للتاكيد ولتوضيح وجهه نظرها فيما يتعلق بضروره التعاون، لأن هذا النهر المفروض انه من اجل التعاون، ليس من اجل المشاكسات والمناكفات والانزعه، وانما من اجل مزيد من التعاون والتكامل والتنميه ما بين الدول التي يعني مطل على ذلك النهر. اذا اتصور انه ده جزء ايضا لا يتجزا من السياسه المصريه الخارجيه، انها في كل المحافل والمناسبات، خاصه عندما يعني تكون لها هذه الزيارات في هذه القاره الافريقيه، توضيح وجهه النظر المصريه، وايضا التاكيد على فكره مصر في اسكات البنادق وفي حل النزاعات الافريقيه وفي الحلول الافريقيه للقضايا الافريقيه. ملف تاني مهم جدا هو تأثر مصر بالتطورات أو ما يحدث في دول الجوار، ليبيا، السودان حديثا، وأهمية وجود سلام في القارة الأفريقية. هل دي رسالة بيبعث بها الرئيس لكل القارة من خلال وجوده في أنجولا؟ بالفعل، يعني هذه القضايا ويعني هذه الدول الإفريقية سواء كان ليبيا، السودان، وكل هذه الأنزعة العسكرية، لابد في نهاية المطاف من وجود حلول تفاوضية، من وجود حلول دبلوماسية، من خلال يعني رؤى سياسية بطبع
النقاط على الحروف ويتم إسكات هذه البنادق، والأنزعة تكون أنزعة سياسية وليست أنزعة عسكرية. يعني النزع الفتيل هذه العسكرة، يعني عسكرة النزاعات السياسية هي أسس هذه القارة وهي عنوان للتخلف، لأن من الطبيعي أن يكون في اختلاف ومن الطبيعي يكون في نزاعات وتنافس سياسي، لكن لابد أن لا يتحول ويتطور ذلك النزاع السياسي وذلك التنافس السياسي إلى عسكرة، إلى عسكرة السياسة. إذن هذا تأكيد يعني فكرة الدولة المصرية دائما في ضرورة الوصول وتسويات سياسية. ولكن كمان موقف مصر في هذه القضايا تحديدا مختلف، هي دولة جارة لهذه الدول، فهي يعني أكتر من يستطيع أن ينقل الصورة وينقل تبعيات الأزمات. يعني الرئيس أشار لفكرة نزوح حوالي 200 ألف مواطن سوداني إلى الحدود المصرية. بالفعل يعني مصر يعني وإن كانت هذه سياسة عامة فما بالك بهذه الدول التي هي متاخمة الجدار في الجدار، سواء كان في السودان، سواء كان في ليبيا، سواء كان في مسألة يعني تبدا النهضة الإثيوبي. كل هذه المسائل مرتبطة ارتباط وثيق ب يعني الوجود المصري والأمن القومي المصري. ولكن حتى وإن كانت هناك دول بعيدة فإن مصر برضو هذه السياسة ثابتة لا تتساعد. أهمية تعزيز التعاون، مصر دائما تعمل على تعزيز التعاون وفكرة الصيغ السلمية والحلول السياسية وتبادل المنافع والخبرات بين مصر وما بين يعني كافة الدول في دوائرها، سواء كانت الدائرة الإفريقية، الدائرة العربية، الدائرة المتوسطية، الدائرة الإسلامية. مصر حريصة على يعني توثيق مثل هكذا علاقات، وخاصة عندما يعني يقوم الرئيس السيسي بمثل هكذا جولة مشوقية، يبدأ بالعاصمة لواندا عاصمة أنجولا، ثم ينطلق بعد ذلك إلى دول أخرى منها زامبيا مثلا، وتسلم مصر صحيح رئاسة الكوميسا إلى لوساكا إلى زامبيا. طيب نتكلم شوية على العلاقات ما بين مصر وأنجولا. والنهاردة لما رئيس دولة أنجولا يتكلم على العاصمة الإدارية الجديدة ويتكلم على بعض الملفات أو بعض المجالات اللي يكون حريص على أن يأكد أهمية التعاون مع مصر فيها، ده بينقل لنا إيه؟ ماذا عن صورة مصر لدى هذه الدول وحول يعني ما وصلت إليه في فكرة التشييد والبنى وفكرة صناعة الدواء وكل هذه القضايا؟ يعني مصر حافظت على حدودها، مصر حافظت على مؤسساتها، مصر كافحت وحاربت الإرهاب، مصر حريصة أيضا على البناء والتنمية. في وسط كل هذه التحديات كانت تلك المشروعات القومية، كانت العاصمة الإدارية، كانت البناء التحتية، كانت وسائل النقل والمواصلات التي يعني شهدت طفرة غير مسبوقة. مصر حريصة على أنها تقدم يعني أوجه يعني هذه الخبرات وتمد أواصر التعاون مع أنجولا، مع يعني كل الأطراف من خلال يعني هذه الخبرات المصرية، من خلال أيضا يعني استيعابها للمستثمرين الأفارقة أو تشجيع المستثمرين المصريين إلى الوصول إلى هذه العواصم الإفريقية. مصر دائما حريصة على ذلك التعاون الإفريقي القاري الدولي. مصر حريصة إنها ليس فقط في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب، إنما أيضا في مجالات التنمية والبناء والعمران والتشييد، ونقل هذه الخبرات، ولأن هذه الخبرات المصرية تستطيع أن تستفيد منها القارة الإفريقية خير استفادة، بعيدا عن يعني استغلال أطراف دولية لا تتفهم يعني لا تتفهم طبيعة هذه الشعوب الإفريقية، وده قيمة الجوار الإفريقي والقيم المشتركة بين مصر وما بين يعني أشقائها الأفارقة. لو هنربط بقمة الكوميسا اللي خلاص هتنعقد خلال الساعات المقبلة وفكرة أن الرئيس أثناء زيارته لأنجولا، الرئيس الأنجولي بيتكلم على التعاون مع مصر وعلى فكرة أن يكون في مستثمر مصري داخل أنجولا، هل ده ممكن يتحقق من خلال الكوميسا اللي هي المعنية طبعا بفكرة وجود التجارة المتبادلة ما بين دول القارة الأفريقية وكل هذه الأمور؟ هل القمة المقبلة من المنتظر منها أن هي تساعد على تحقيق هذه الأمور؟ يعني هي الكوميسا وان كان انشئت في عام 1981 وانضمت لها مصر في تسعينيات القرن الفائت، الا ان مصر خطت خطوات كثيره في سبيل يعني في سواء كان في فكره الاعفاءات الجمركيه او في غير ذلك من خطوات يعني تحرير التجاره الحره. نعم التجاره الحره
التجارة الحرة بالفعل ما بين هذه الدول، دول يعني تصل إلى 21 دولة إفريقية في شرق وجنوب إفريقيا، يعني تلك البقعة الجغرافية المهمة. مصر تعمل وحريصة على التكامل الاقتصادي وعلى استفادة الأشقاء وهذه المنطقة الاستراتيجية المهمة من كل تلك الخبرات. وبالفعل حصل تدرج وحصل تطور، وانطلقت يعني التجارة البينية من مليار إلى ما يربو على العشرة مليارات، ويتوقع أن تصل إلى ما يربو على 100 مليار دولار، لأنه ما زالت يعني الطموحات كبيرة تجاه ذلك التجمع، تجمع شرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، لأنه التجارة البينية ما بينها لا تمثل إلا يعني أقل من 10% فيما يتعلق بالتجارة الدولية. إذن هناك آفاق كبيرة. مصر حريصة دائما على أنها يعني تنتهز كل الفرص وكل الصيغ الإقليمية والصيغ الدولية من أجل يعني مد جسور التعاون والاستفادة الإقليمية والدولية مع كل الجيران. وهذا يعني واضح في كل مناسبات الرئيس دائما توقيع لعدد من الاتفاقات وعدد من مذكرات التفاهم، والحرص على يعني تعزيز أواصر ذلك التعاون المشترك والبحث في مجالات كل المجالات، الدفاع والأمن المعلوماتي ونقل الخبرات المصرية، خاصة أن مصر لديها خبرات يعني ضخمة جدا. مصر لا تبخل بنقل خبراتها الحقيقة إلى كل دول القارة الأفريقية. بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. وخلينا نشير أن الرئيس السيسي يعني انتهى من جولته ومحطته الأولى في أنغولا ووصل إلى محطته الثانية دولة زامبيا، وأن المفترض أن يعني خلال زيارته إلى زامبيا هيشارك في قمة الكوميسا القمة الـ 22، وسيتم تسليم رئاسة هذه القمة من مصر إلى دولة زامبيا. طبعا القمة تنطلق خلال الساعات المقبلة. احنا عارفين ان مصر فيها حوالي 8 او 9 مليون لاجئ، والارقام دي يعني معلنة بشكل رسمي، لاجئين من سوريا، من السودان، من ليبيا، من مختلف الدول العربية. لكن هذا أمر واقع، يعني هؤلاء الأشخاص موجودين على الأراضي المصرية. وإحنا النهاردة شايفين قرار جديد بشأن اللاجئين في مصر أو طالبي اللجوء. مجلس الوزراء النهاردة بيوافق على يعني مشروع قانون بيقول أن اللاجئين لابد أن يوفقوا أوضاعهم في مصر خلال سنة، بيمنح ليهم مهلة لمدة سنة يقدروا أن هم يوفقوا فيها أوضاعهم ويرتبوا كل أمورهم، سواء هو لاجئ أو طالب لجوء داخل مصر. لأن زي ما قلت لحضراتكم إحنا كمان في توقيت مختلف، السودان بتمر بظروف استثنائية، عدد النازحين من دولة السودان أعداد كبيرة جدا. فإذا الدولة المصرية بتنتهج نهج مختلف تجاه ملف اللاجئين. هيكون كمان في تشكيل للجنة دائمة لشؤون اللاجئين. اللجنة دي هتكون معنية بالملف ده بشكل كامل، من حيث معلومات، من حيث بيانات إحصائية، كل شيء هتكون اللجنة دي الحقيقة هي المسؤولة عنه، ويكون لها شخصية اعتبارية. يعني اللجنة دي منفصلة عن أي جهة بتتبع بشكل مباشر رئاسة مجلس الوزراء، لكن عملها هيكون في إطار التنسيق مع وزارة الخارجية، علشان طبعا احنا بنتكلم في شؤون اللاجئين، وايضا هيكون في تعاون ما بينها وما بين مختلف الجهات الدوليه زي المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين. ويمكن من ايام كان عندنا رئيس المفوضيه واللي زار الحدود المصريه السودانيه وتعرف على طبيعه المشهد، فبكل تاكيد يعني هذه الخطوه كانت نتيجه يعني كل ما حدث خلال الفتره اللي فاتت، سواء زياره رئيس المفوضيه او كمان يعني نسبه النزوح اللي بتحصل على الحدود المصريه السودانيه. اذا احنا بنقول لمده سنه هيكون في توفيق للاوضاع، المده قابله للتجديد، يعني وارد جدا نشوف قرار بيقول ان ممكن تتمد سنه كمان، لكن رسميا ومبدئيا لمدة سنة على كل لاجئ أو طالب لجوء إن هو يوفق أوضاعه داخل الأراضي المصرية.
النهاردة كمان في اجتماع الحكومة كان في حديث حول إنشاء شركة قابضة لقناة السويس. الشركة دي هتكون يعني الاسم بتاعها شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار. بشكل أساسي الهدف من الشركة هي إزاي تزود من يعني الدخل الخاص بهذه الشركة وكل ما يتبع شركة قناة السويس، وهيكون أيضا يعني ليها شخصية اعتبارية يعني منفصلة، مقرها يكون في إسماعيلية، وهتكون مسؤولة بشكل أساسي إن هي إزاي تطور وتنمي من الاقتصاد القومي الخاص بقناة السويس، من أعمال بقى بناء سفن وصيانة وكل هذه الأمور إزاي تطور فيها أكتر علشان تزود من دخل هذه الشركات اللي بتتبع قناة السويس. الشركة من حقها كمان أنها تنشئ شركات أخرى تكون تابعة ليها بعد التأسيس، وقرار الإنشاء بيكون مباشرة من رئيس هيئة قناة السويس. أيضا هيكون ليها صلاحية إدارة واستثمار وصول الشركات التابعة ليها، بحيث أن هي لو عايزة تعمل عمليات الطرح في البورصة، كل ما له علاقة بكيف تدير أصول هذه الشركات هيكون مباشرة من الشركة القابضة. النهاردة قرار من مجلس الوزراء بيوافق على مشروع القانون الخاص بإنشائها، فاحنا بنتكلم في إدارة جديدة لشركة قناة السويس. ويمكن كمان النهاردة تم الإشارة أن هيكون في تحويل لشركات زي شركة القناة لربط وأنوار السفن، هتكون تابعة للشركة دي، ويمكن دي واحدة من الشركات اللي تم الإعلان أن هي تكون في برنامج الطروحات في البورصة اللي كانت اتكلمت عليه الحكومة أكتر من مرة. ماذا يعني هذا الكلام؟ وهل الشركة دي هتختلف كثيرا عن صندوق قناة السويس اللي كنا سمعنا عن تأسيسه أيضا؟ يعني احنا هنا شايفين في نقاط بتتفق أو بيجتمع فيها الصندوق والشركة، محتاجين طبعا نفهم الأمور أكتر وتأثير ده بكل تأكيد على الاقتصاد القومي. بينضم لينا دكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، أهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين معانا دلوقتي. اهلا بحضرتك. والنهارده فكره انشاء شركه قناه السويس القابضه، اشرح لينا اولا يعني صلاحيات هذه الشركه وازاي ممكن تختلف عن صندوق قناه السويس، او كمان هل انشاء الشركه ينفي انشاء صندوق القناه؟ طبعا دوله الوزراء بتكون مدوله السؤال مع الوزراء المعنيين، خاصة من قناة السويس والمنطقة الاقتصادية تبع قناة السويس، وافق على طبعا على قرار بإنشاء شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، هي طبعا نقطة اللي أحكام. دكتور أحمد حضرتك معانا؟ هو في مشكلة في الصوت يا دكتور؟ لو حضرتك بس تتحرك في مكان افضل. طيب كده كويس يا فندم ولا لا؟ افضل، اتفضل. طبعا يعني مساء الخير على حضرتك وعلى المشاهدين. طبعا النهارده دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه الاسبوع مع الحكومه طبعا اتخذ قرار هام جدا، وهو انشاء شركه قناه السويس القابضه للصناعات والخدمات البحريه والاستثمار، وده طبعا وفقا لاحكام القانون 203 لسنه 1990 بشان شركات قطاع الاعمال العام. دوله رئيس الوزراء دائما بحث على كل ما هو جديد وكل ما هو يهم المواطن المصري والمستثمر المصري واستثمارات الدوله، اللي بتكون دائما حريصه على تنشيط شركات قطاع الاعمال المملوكه لهيئه قناه السويس، ودائما بنحاول على تحسين اوضاع العاملين بيها، وطبعا تعزيز دور شركه القطاع الخاص ديت طبقا لقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للقطاع الخاص خاصة في الأنشطة الاقتصادية. طيب. ومنطقة قناة السويس ومنطقة اللوجستية التابعة ليها دي منطقة واعدة لجذب استثمارات دولية من كل الشركات. يعني بعد تأسيس الشركة دي يا دكتور، بعد تأسيس هذه الشركة إيه اللي ممكن يختلف في الأوضاع؟ يعني إزاي ممكن تشتغل على فكرة تحسين الأوضاع وتطوير يعني المنطقة المحيطة بقناة السويس أو الشركات اللي هي هتكون يعني بتتولى متابعتها؟ يعني اشرح لينا أكتر فكرة إزاي ممكن تطور في هذه الأمور. طبعا بص يا فندم، لما تكون في شركة قطاع أعمال بتكون موجودة للدولة، يكون هدفها مثلا خدمة إنشاء السفن تقديم الخدمات البحرية وعزل استيراد السفن البحرية والاستثمار في هذا المجال،
دول كبيره زي سنغافوره قايمه عليهم، اللي هي خدمه اللي هي اصلاح السفن لو عايز تكونها، احنا خاصين ان سفن العالم كلها بتعدي من خط البحر العالمي من خط السويس، دي بتكون فرصه لمصر انها تكون دوله رائده في هذا المجال. وايضا الشركه السويس ناس تقول لي تعقل الشركه السويس القضيه صناعه الخدمات البحريه والاستثمارات تكون ذات شخصيه اعتباريه ومركزها مدينه الاسماعيليه، فده تنشيط لمدينه الاسماعيليه وخلق فرص عمل لابناء هذه المدينه اللي لها موازاه استراتيجيه قويه جدا. ايضا شركات التحويل بعض الشركات زي الشركه السعوديه لاعمال هندسيه وانشاءات بحريه اللي شركه قابضه، دي طبعا برضه خبر جميل النهارده دوله سويسرا اتخذوا قرار جميل من سياده دوله سويسرا بيعزز من دون هذه الشركات وبيقوي من موقفها المالي. وطبعا جميع عمليه تحويل الشركه الى شركه قابضه ازاي يا دكتور؟ نعم، عمليه تحويل الشركه ان هي تكون شركه قابضه ده ازاي يحسن من الامور؟ حضرتك قلت ان ده خبر جميل، يعني ده برضو ازاي يفرق في مستقبل هذه الشركات؟ طبعا فيها سهوله في الاداره، احنا دلوقتي عندنا بعض الشركات الحكوميه بتعاني من البيروقراطيه في القرارات وشركه اتخاذ القرار، لما تكون شركه تفضل يكون لها رئيس تنفيذي ومجلس اداره جديد مكتل من رئيس الوزراء، ده بيكون بيعطيها قدره الحياه ويعطيها القدره على التاقلم مع متطلبات السوق العالمي. بعض القوانين في مصر تم تطويرها زي قانون الاستثمار وقانون هيئه المواني بهدف انها تواكب السوق العالمي وتجذب استثمارات دوليه واستثمارات عربيه، فمنطقه السويس ومنطقه الاسماعيليه خاصه لابد ان تكون منطقه ذات قدره عاليه على خدمه المواني الدوليه وخدمه ما تستخدمه السفن الماره والعابره في السويس. دوله زي الدنمارك على سبيل المثال يا فندم بتبحث انها تنشئ مواني في مصر ومراكز للاستير خدمه السفن، لان 20% من السفن الدنماركيه بتعدي من قناه السويس. فاحنا هذه القرارات كلها بتصب الى صالح زياده ضخ استثمارات في قناه السويس متعلقه بخدمه الملاحه وسهوله الملاحه، لان قناه السويس بتدخل لينا عملات اجنبيه احنا محتاجينها وزياده دعمها. عايز ارجع مره تاني لفكره يعني الاختلاف ما بين انشاء شركه قابضه باسم قناه السويس وفكره انشاء صندوق للقناه، لان في بعض الاختصاصات بتتفق ما بين يعني الشركه وما بين الصندوق، زي انشاء شركات اخرى تابعه ليها وان يكون ليها حريه اداره واستثمار الاصول لهذه الشركات التابعه. فهنا هل بنشوف يعني الموضوع بينقسم ما بين الصندوق ما بين الشركه، ولا كيف ستكون الامور؟ دايما من الصندوق الاستثماري له تخصصات والشركه القابضه لها تخصصات. وعلى فكره احنا في مصر دلوقتي متخذين مبدا التكامل الاقتصادي والتنافس لاجل المصلحه العامه، يعني لو الصندوق بيستثمر مشروعات فالشركه القابضه بتستثمر مشروعات اخرى، وده لا يمنع ولا يتعارض، بل بالعكس احنا بنكمل بعضنا البعض. فده انا عايز اوضح للساده المشاهدين ان كل ما تتخذ الدوله هي اولا اعطاء فرصه وشريحه اكبر للقطاع الخاص والمشارك ولو بجزء، واعطاء شركات الدوله سياده مستقله بعض ما تعطيها حريه ومرونه اكثر في التعامل مع السوق الدولي اللي بيحتاج الى كثير من المرونه. فدي بعض القرارات اللي دوله اوسلو بتتخذها واللي الدوله بتقوم باتخاذها، زي منها التحول الرقمي، منها سهوله انشاء مصادر جزئيه طبعا السويس، كل ده لتتماشى مصر مع الوضع العالمي ويكون في مرونه في اتخاذ القرار ويكون كل شركه من دي بتحقق ربحيه بهدفها الاول ان زياده الدخل القومي لمصر، وهي خاصه لو كانت بتتعامل بعملات اجنبيه. اذا حضرتك بتقول لنا الدور هيكون دور تكاملي ما بين الصندوق وما بين الشركه القابضه. بالظبط كده يا فندم، دور تكاملي بالظبط، كل منا بيكمل الاخر يا فندم. انا بشكرك جدا دكتور احمد خطاب الخبير الاقتصادي. بقالنا فترة بنسمع عن توقعات يمكن سلبية عن الاقتصاد المصري ونظرة بأن يعني الأمور خلال الفترة اللي جاية هيكون في يعني تعقيدات بتقول أن الاقتصاد المصري أوضاعه سلبية، يعني دي كانت أحدث يمكن الإحصائيات أو النظرات اللي خرجت عن مختلف الوكالات، لكن النهاردة بنشوف خبر بيقول عكس هذا الكلام تماما، والحقيقة مش مجرد أن توقعات إيجابية، لا ده كمان بيقول أن الاقتصاد المصري معدلات النمو بتاعته هتكون أفضل من معدلات النمو في الولايات المتحدة وفي أوروبا. النهاردة البنك الدولي بيتكلم على توقعات النمو الخاصة بمصر وبأيضا دولة السعودية، وخلينا نأكد على أن كمان السعودية كانت توقعات لاقتصادها بتقول أن في انخفاض في معدلات النمو، لكن النهاردة البنك بيوضح أن مصر هتشهد ارتفاع في معدلات النمو أو هيكون معدل النمو الخاص بالاقتصاد في 20
23 بنسبة 4%. السعودية هتكون بنسبة 2.2%، فإذا احنا شايفين توقعات بالنمو. طب لو هنشوف كده ماذا عن الولايات المتحدة؟ النمو الاقتصادي في أمريكا بنسبة 1.1%، وأوروبا بنسبة يعني لا تصل إلى 0.5%، يعني مش مكملة حتى 0.5%. ماذا يعني عن هذه التوقعات، وإزاي بنشوف البنك الدولي بيقول هذا الكلام؟ من فترة وكالات مختلفة زي موديز وزي صندوق النقد وكل هذه الجهات بتقول أن الاقتصاد يعني أوضاعه ليست جيدة وأن في نظرة سلبية. نفهم هذه الأمور وبينضم لينا دكتور ياسر شويت، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور على حضرتك يا فندم. يعني إزاي النهاردة شايفين البنك الدولي بيقول معدلات النمو للاقتصاد المصري والسعودي معدلات إيجابية تتخطى وأفضل من معدلات الولايات المتحدة وأوروبا؟ يعني الكلام ده على أي أساس، وإزاي بيختلف كثيرا عن كل التوقعات اللي صدرت خلال الفترة اللي فاتت؟ طبعا بتعتبر توقعات البنك الدولي هي احد المؤشرات التي يعتمد عليها لتقييم اقتصاديات الدول الناشئه وتقييم اقتصاديات اي دوله في العالم. بين حين والاخر بنرى ان هناك توقعات بتصدرها المؤسسات الدوليه زي مؤسسه فيتش ومؤسسه موديز، وطبعا من ضمن المؤسسات الدوليه في إقرار هذه التوقعات ورؤية المستقبل البنك الدولي من خلال المؤشرات الاقتصادية ومن خلال الأداء الاقتصادي اللي بيتم في اقتصاديات الدول الناشئة. علشان كده وجدنا أن البنك الدولي يعني أصدر اليوم توقعات بشأن مصر والسعودية وبشأن الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو ومنطقة آسيا والمحيط الهادي. بالنسبة للدولة المصرية والمملكة العربية السعودية، كانت توقعات البنك الدولي بتشير إلى أن السعودية في عام 2023 هيحصل معدل نمو بيقدر بحوالي 2.2%، في المقابل الدولة المصرية في عام 2023 متوقع أنها تحقق معدل نمو 4%. في عام 2024 الدولة المصرية هتحقق معدل نمو ثابت أيضا 4%، في عام 2025 4.7%. طبعا الكلام ده طبعا بيكون له أساس من الواقع، علشان نقدر نقول ان في مؤشرات انها تؤدي الى حدوث معدلات نمو بالزياده. ما هو برضه يا دكتور احنا لما نسمع الكلام ده من البنك الدولي، لكن المؤسسات الثانيه او صندوق النقد بيقول كلام اخر، احنا نصدق مين؟ يعني كمواطن مصري حاليا عنده حاله يعني تخبط، مش عارف الوضع الاقتصاد المصري ايه، ومش عارف هل احنا بنحقق معدلات نمو مرتفعه ام عندنا انخفاض في المعدلات. يا دكتور، دكتور ياسر، العالم بيمر بأزمة مرتبطة بارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء على المستوى العالمي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. هذه الأزمة طبعا بيكون لها تداعيات على اقتصاديات الدول الناشئة، واحنا شعرنا بيها من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات داخل الدولة المصرية. وطبعا على المستوى العالمي نتيجة الأزمة الاقتصادية أدت إلى حدوث ما يسمى به ارتفاعات في معدلات التضخم العالميه. صحيح. ايضا دي كان لها تاثيرات سلبيه علينا هنا في الدوله المصريه. احنا شفنا في المقابل الدوله الامريكيه بترفع الفائده كل فتره بين الحين والاخر. هذا الامر ايضا بيؤثر علينا، وكان من الاثار المرتبطه به ان احنا عندنا ارتفاع في معدلات التضخم داخل الدوله المصريه وارتفاع في الاسعار زي ما شاهدنا. ولكن علشان نقول ان الاقتصاد هيحقق معدلات نمو، دي قصه ثانيه مرتبطه بالاداء، اداء النشاط الاقتصادي مرتبطه بحزمه الاجراءات اللي خدتها الدوله المصريه في الاونه الاخيره. زي ايه طيب يا دكتور عشان نكون برضو بنوضح كل حاجه؟ يعني ادائنا الاقتصادي في ايه بالظبط؟ بيشهد حاله من التحسن او بيشهد اداء جيد؟ وايه كمان من الاجراءات اللي اخذتها الدوله دفعت بمعدلات النمو ان هي ترتفع؟ يعني شوفي حضرتك، اولا الدوله المصريه في الاونه الاخيره بتستهدف تحقيق ما يوازي 80 يعني مليار دولار. ال 80 مليار دولار دول هيكون من خلال
تحويلات المصريين العاملين بالخارج يستهدف 31 مليار دولار خلال نهاية عام 2023 من خلال أيضا الصادرات للدولة المصرية وتحديدا السلع غير البترولية مستهدف إن احنا نوصل إلى رقم 100 مليار دولار سنويا في عام 2023 مستهدف إن احنا هنحقق 32 مليار دولار. بالنسبة للاستثمارات الأجنبية متوقع إن الدولة المصرية بنهاية العام 2023 يخشها حوالي 11 مليار دولار. في قطاع السياحة مستهدف تحقيق 14 مليار دولار. بكل تأكيد هذه الإجراءات في النهاية هي مؤشرات، هذه المؤشرات ده معناه إن الاقتصاد المصري بينمو. عشان كده وجدنا إن الدولة المصرية منذ عام 2014 خدت حزمة من الإجراءات المالية، خدت حزمة من الإصلاحات اللي احنا بنشوفها يعني بتتم على أرض الواقع. شفنا العديد من المشروعات القومية اللي خدتها الدولة تحديدا في مجال البنية التحتية وفي مجال الطرق والنقل والمواصلات وفي القطاع الزراعي وفي القطاع الصناعي. شفنا حزمة القرارات اللي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا. يعني كل هذه الإجراءات بتشجع على يعني القطاع الخاص يأتي ويستثمر في الدولة المصرية سواء كان قطاع يعني محلي أو قطاع أجنبي. يعني نقدر نقول ان توقعات البنك الدولي هي بتاتي في صالح الاقتصاد المصري، كمان ان هي تشجع المستثمرين يدخلوا الى الاقتصاد المصري. انا بشكرك جدا دكتور ياسر شويتا، عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي. نستكمل مع حضراتكم. وهيئة الدواء بتحذر من دواء جديد، دواء لالتهابات الفم والحنجرة. الدواء اسمه زورسي. زورسي خلاص أعلنت الهيئة أن بيتم سحبه من الأسواق من الصيدليات علشان في أسباب قالت أنه غير مطابق للتشغيلات الموضحة من قبل معامل الهيئة. يعني في بعض المواصفات هذا الدواء غير مطابق ليها، فبالتالي قرار هيئة الدواء أن هي تسحب هذا الدواء تماما. أي شخص بيستخدمه بيعاني من التهابات الفم أو الحنجرة طبعا يهمه هذا الموضوع. عشان كده احنا النهاردة يعني كنا حريصين نتكلم عنه ونفهم أكتر الدواء ده مين بيستخدمه، الدواء ده لماذا تم سحبه من الأسواق. بينضم لينا دكتور عماد ميخائيل أمين صندوق نقابة صيدلة القاهرة. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك دكتور سيما، اخبارك؟ اهلا بحضرتك. والدواء دواء زورسي هو مخصص لمرضى بيعانوا من التهابات الفم والحنجره تحديدا يا دكتور، مظبوط؟ تمام كده بالظبط. طيب ايه الاسباب اللي دفعت هيئه الدواء ان هي توقف يعني تداول هذا الدواء في الاسواق؟ بصي يا سيما، انا هقول لحضرتك حاجه. هو اولا لم يتم سحب الدواء كدواء بالكامل، لكن تم سحب تشغيلتين بس من الدواء. حضرتك عارفه طبعا احنا كل فتره اي مصنع او اي شركه بتيجي مثلا الشهر ده هنصنع تو باتشز او تشغيلتين من الدواء، هنصنع تشغيلتين زي اصدارين. تقصد يا دكتور للدواء؟ بالظبط كده، زي اصدارين، زي مرتين كده. الباتشات دي بتاخد رقم معين علشان احنا عارفين ان احنا في المره دي طلعنا باتش برقم كذا. كل مصنع وحسب استخدام الدواء وحسب سرعه استخدام الدواء ممكن تطلع مره مرتين ثلاثه اربعه وهكذا. احنا في كل باتش لازم هيئه الدواء بتاخد عينه عشوائيه من هذه الباتش ويتم تحليلها جوه معامل هيئه الدواء. تمام. وبعد كده بتشوف هل الباتش دي هي مطابقه للمواصفات المقرره من قبل هيئه الدواء ولا في اي خلل في الباتش ده. احنا طبعا بشكل دوري بيحصل الكلام ده في هيئه الدواء، فمن الواضح ان هيئه الدواء المره دي لقيت فيه باتشيتين ليهم ارقام هنقولهم طبعا. دول غير مطابقين للمواصفات المقرره من قبل هيئه الدواء المصريه. الباتشيتين لازم نقول ارقامهم برضه عشان الناس تبقى عارفاهم، عشان لو حد عنده الدواء في البيت ما يقلقش، يبقى عارف ان في يعني اصدارات معينه منه هي دي اللي ما بنستخدمهاش، غير كده يقدر يستخدم الدواء عادي. بالظبط كده، بالظبط. وده اللي احنا عايزين نقوله علشان الناس ما يحصلش عندها بانيك او خوف او رعب ان لا ده تم سحب الدواء فالدواء ده فيه مشكله. لا، هو الدواء ما فيهوش مشكله، هو ممكن يكون حصل عدم مطابقه للمواصفات. عايز اقول برضو كمان يعني ايه عدم مطابقه، ممكن لون القرص لو مش مطابق للون المكتوب
ممكن يتم رصده. لو تماسك القرص فيه مشكله ممكن نلاقي مثلا القرص مفرول مثلا يتم رصده. ممكن ماده من المواد اللي موجوده التركيز بتاعها اقل من النسبه المقرره فيتم رصده. فده ما يقولش ان الدواء خطر، لا، يقول ان الباتشه دي بالذات او الاصدار زي ما حضرتك قلتي ده بالذات غير مطابق فاحنا هنرفضه. وعلى فكره ده بيعكس حاجه كويسه جدا ويطمننا طبعا ان بيتم مراقبه الدواء، مش اي حد بيصنع دواء وبيحطه في الصيدليه وبيتباع ويطلع زي ما يطلع، لا، في مراقبه وفي رقابه وفي معامل بتحلل كل الباتشات اللي بتنزل، واي خلل في اي دواء في تركيزه في شكله في لونه في تماسكه في اي حاجه بيتم رصده لان ده غير مطابق للمواصفات. طيب ايه ارقام الاصدارات يا دكتور اللي حاليا الناس لو شافت الرقم ده على العلبه ما تشتريهوش؟ تمام، هو بيبقى مكتوب على العلبه كده يا اما حرف بي ان يا اما باتش نمبر، والرقمين هم 012-00-513 والباتش الثانيه 012-00-243. دول الباتشتين اللي تم رفضهم او سحبهم من السوق. إذا حضرتك بتطمن كل الناس، الموضوع ليه علاقة بإجراءات بتقوم بيها هيئة الدواء بشكل طبيعي، بالعكس دي إجراءات تطمن الناس إن في متابعة ورقابة على الأسواق والأدوية اللي موجودة فيها. أنا بشكرك جدا دكتور عماد ميخائيل أمين صندوق نقابة صيادلة القاهرة. إذا الدواء ده إصدارين فقط هم اللي ناخد حذرنا وإن إحنا ما نشتريهمش أو لو اشتريناهم ما نستخدمهمش. تاني نقول لكم الأرقام، الأولاني 012-00513 ورقم الإصدار الثاني 012-00243. غير كده اللي عنده علبة الدواء دي في البيت ما يقلقش، ده طبعا اللي وضحه لنا دكتور عماد. بكده نكون وصلنا لختام جولة أخبار النهاردة، ولكن بعد الفاصل هنتكلم على موضوع أثار الجدل كتير جدا خلال الفترة اللي فاتت، عملية هدم المقابر التاريخية وإزالة المقابر التاريخية بدافع تطوير الطرق أو بدافع يعني إقامة الكباري. هل إذن عملية التطوير وإنشاء الكباري بتهدد هذا التاريخ وهذا التراث؟ هنتكلم أكتر بعد الفاصل، استنونا.